أحبائي السلام عليكم. اليوم سوف نتابع في الحديث عن مجموعة فيتامين بي، ويعتبر بابا واحدا من أهم فيتامينات بي الذوبة في الماء، وقد أضيف أخيرا إلى المجموعة، أي مجموعة B1 و2 و3 و5 و6 و12 ومجموعة هاء، وهو في غاية الأهمية للجسم من أجل إنتاج فيتامين بي وكا، وهو أيضا من المقومات المؤدية إلى بناء حمض الفوليك، ويصنع بابا من قبل البكتيريا الضرورية الموجودة في الأمعاء والمفيدة للصحة. وبما أن الجسم لا يخزنه، فإن الحاجة إلى جرعة إضافية إذا لم نستطع الحصول عليه فهي ضرورية، وإنما يجب الحصول عليه من صحن الغذاء، هذا أفضل، بالحفاظ على مقومات الخضر والفواكه وطرق الطهي حتى نكون قد استوفينا الغاية. ويساعد هذا الفيتامين في تكوين الكريات الدموية الحمراء، بمعنى أنه يساعد على معالجة على الأقل فقر الدم، وفي تكسير وهضم البروتين، أي استقلاب الأحماض الأمينية التي تعتبر العامل الأساسي لكل أنزيمات الجسم وهرموناته وخلاياه. ويحظى بابا بقدرات على تجديد الشباب، مثل قدرته على إعادة اللون الطبيعي للشعر الشايب، وتشبه هذه القدرات تلك القدرة التي لحمض الفوليك على فعلها. لذلك فجرعاته وصحنه ضروري، يجب الحفاظ عليه. وكما يؤثر بابا على البشرة ونعومته، فيعكس أي جفاف فيها ويؤجل ظهور علامة الشيخوخة عليها. لهذا نجد بعض الكريمات أيضا المستعملة للبشرة تضاف إليها هذا بابا كفيتامينات لتأثيرها الإيجابي أيضا على الحماية من أشعة الشمس، وحتى على الوقاية من سرطان الجلد. لهذا يجب الحصول على النسب المثالية التي ينصح بها علماء التغذية وأطباء التجميل أيضا بتناول ما يلزمنا من غذاء تتوفر فيه هذه الفيتامينات المعروفة بمجموعة فيتامين باء، والمعروفة أيضا بصحتها على تجديد الخلايا وعلى نموها وعلى الحفاظ على أجسامنا. وفي الختام أحبائي، إن الصحن المدبر تدبيرا صحيحا بفواكه وخضر وعصائر ضرورية وطبيعية تراها العين ويستهلكها الجسم بكل ترحاب وبصحة وجمال. أتمنى لكم صباحا جميلا وروحا مرحة وحياة طيبة، والسلام عليكم.